شفت اللي حصل لك؟ ايه حصل لك ايه؟ طلعوني حرام، بره بنت عمي اللي انا بحبها وموت نفسي علشانها، طلعتها حرام وطبعا في فلوسها كمان. مش معقول يا سوس. اكيد انا مبقوع عزومه، اكيد مبقوع عزومه من واحد ابن حرام عايز يضرب الجزم. طبعا اكيد، بس ما عرفتش مين؟ لا اعرفه، اللي انا اتضربت وطردت براندين. يا ساتر اتضربت براندين. يا ساتر معلش، انت اهدى اهدى يا سوس يا اخويا. خلاص الدنيا دي باظت، الواحد ما عادش عارف بقى فيها ايه. خد خد اشرب عشان تروق كده هو وتفوق. اروق ايه؟ انا عايز اقرب على بطن اموت. بس كفايه. خد التاني ده هيعدلك دماغك. شفت؟ ادي اللي كنت فاكرها بتحبني وعايز تخطبني. يضربوني ويطلعوني بره البيت. يا ساتر يا اخي. ما تستغربش بقى لو بكره كمان رفضوك من الشركه. ومين عايز يقعد لها فيها؟ ولا يقعد لها في الدنيا بحالها؟ ده انا من ساعتها يا سامي وانا عايز اموت نفسي. تموت نفسك؟ وهي الحياه من غير بلبل تسوى حاجه؟ خصوصي انت بتكلمني دلوقتي وانت فايق ولا وانت سكران؟ دي اول مره في حياتي اشرب حاجه غير الخروب، لكن انا فايق قوي قوي. انت اكيد اتجننت. حقيقي فكرت في الانتحار؟ حقيقي حاولت تنتحر؟ ايوه حاولت انتحر بس طلعت جبان جبان. انت عايز نصيحتي ولا عايز نغشك؟ تغشني ليه؟ انت عمرك غشتني؟ ولا انت فاكر نفسك فتك قوي يعني عشان تغشني؟ شوف، الشيء الوحيد اللي حافظ لك على كرامتك مع نبيله هو الانتحار. صح صح، وانا كمان ما اقدرش اعيش من غير كرامه. لا وايه؟ ده الانتحار هيأكد لنبيله انك ما كنتش بتعرفها عشان فلوسها، وان الحياه من غيرها بالنسبه لك ولا حاجه. ايوه صح، عشان تندم عليا وتفضل طول عمرها فاكراني، مش كده؟ وتتعقد وتروح سرايه المجانين. وتفضل فاكراك انسان نبيل شريف مش مطرود من حياتها وانت غشاش وحرامي وبتاع فلوس. ايوه صح صح صح، بس انا انتحر ازاي وانا جبان؟ بسيطه، انا عندي حته فكره. هأجر لك سفاح يقتلك. يوم لا ما تخافش، ده انا هخليه يعملها من غير ما تحس باي حاجه، ولا حتى تعرف الميعاد امتى، ولا هيصطادك فين. بس هو هيخلص عليا ازاي؟ انا مش عايز حاجه توجع. لا 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 ما تخافش، ده انا هخليه يضيعك في ثانيه. انت معاك فلوس؟ ليه؟ عشان ندفع للسفاح اللي هيقتلك. انا كل اللي معايا 100 جنيه هم تحويشة العمر. حلو حلو يكفوا، هات. مش كتير؟ انت هتوفر لمين؟ ثم دول يا دوبك يجيبوا لنا سفاح معتزل ولا عيل من العيال الجداد الناشئين. يا سلام، حتى اسعار السفاحين غليت اليومين دول. انت هتموت ولا هتطلع عيل؟ لا عيل ايه؟ انا هديك. امسك اهو 100 جنيه اهو. عارف ال 100 جنيه دول كنت انا هديهم لطنط فردوس مهر وشبكه عشان نبيله. بس انا عايز اقول لك ايه؟ قول يا اخي. ها؟ انت بتقول ايه؟ انت يا اخي يا اخي ما جاتش موتة دي هتفلقني. مش اول مره اموت فيها، مش متوتر في حاجه زي كده انا. نعم يا سيدي، عايز ايه؟ خلصني. ها؟ عايزك تفهم السفاح انه لما يجي يقتلني يقتلني بطريقه تبان انها انتحار، علشان بلبل تصدق وتندم عليا وتتعقد وتروح سرقه المجانين بعد كده. يا ابن الايه. انت رايح فين؟ عشان نسبك الموضوع زياده. ايوه خد اكتب كلمتين وداع مؤثر لنبيله. اكتب ايه؟ انا فيها دماغي اكتب حاجه دلوقتي. ملينا. اقول لك ايه؟ عشان اريحك اكتر انا هكتب كلمتين كده مستويين على المكنه، بس انت امضي لي هنا. متشكر يا بسوم، انا متشكر قوي. انا مش عارف حوادي جمالك دي كلها فين. اعوذ بالله، احنا اخوات يا خصوصي. انا عارف. امضي حبيبي. طيب حاضر. المخلص المنتحر خصوص دي من هنا ولا من بره؟ من بره. من ايه؟ من كوريا. انا ماشي. مش عارف. مش راجع تاني.
ربنا يخليك يا سفسوس. ايه؟ ربنا يخليك. انا مش عايز ربنا يخليني. ليه؟ اللي انا عرض. صباح الخير يا خصوصي. اهلا اهلا بمندوب مكتب الهجرة. دفعت لي الرسوم؟ حصل. والسفر امتى ان شاء الله؟ لا لسه ما تحددش. ما تحددش ده ايه؟ وانا مش مسافر بفلوسي ولا مسافر سنس؟ لا يعني اصلا انت قابلت السفاح؟ لا قابلت الصبي بتاعه. والصبي بتاعه ده بيعمل ايه؟ هو اللي بيصرخ؟ لا هات انا عايز ده. لا يا اخي هو اللي بيقابل الزباين، انما السفاح ما بيوريش وشه لحد ابدا. وقال لك ايه؟ قال لي انه مش هيعمل حاجه الا اذا انت نفذت الاجراءات. اجراءات ايه؟ هو سفاح قطاع عام. لا يا اخي بس الراجل مش هيودي نفسه في داهيه عشان خاطر سواد عيونك. يعني لازم ما تمشيلوش في شوارع زحمه، اختار اماكن هاديه عشان الراجل السفاح يعرف يصطادك فيها. ماشي ماشي يا ابو السوق. وانت كمان في السوق. وانت كمان. هتسيب فراغ كبير جدا في حياتي. انا مستنيك فوق. انت هتروح فين؟ انت جاي غالي. هتروح فين؟ دول ما خلوش حاجه. ولا دي الكلب ما خلوش حاجه.